قال هو خير مما يجمعوه، من كل ما يجمعه أهل الدنيا في دنياهم. لم تمتلك طائرة خاصة، وليس عندك من القصور في كل بلد، ولا من الأرصدة الكبيرة في البنوك، لكن عندك طاعة وعبادة وفقك الله إليها، افرح بفضل الله وبرحمة الله. قال الله هو خير مما يجمعون. الفرح عبادة قلبية يجب على العباد أن يتقربوا إلى الله تعالى بها. الفرح بما؟ الفرح بالله عز وجل، وهذا من مقامات العبودية العظيمة. تفرح لأنك عبد لله، تفرح لأن الله ربك سبحانه وتعالى. بينما يوجد من بني البشر من اتخذ إلها سوى الله من حجر وصنم، من وثن، من خيالات وأوهام وأباطيل ما أنزل الله بها من سلطان، فما أعظم إلهك وما أجله تبارك وتعالى. فتفرح بالله عز وجل، وينبثق عن فرحنا بالله فرحنا بكل عبادة تقربنا إلى الله. هذه عبادة قلبية، الفرح بالطاعة، الفرح بالعبادة، الفرح من أجل مقامات العبودية. صمت اليوم وما هي إلا دقائق وستفطر بعون الله عز وجل، مكنك الله فصمت، وقمت البارحة، صليت العصر اليوم والظهر قبله والفجر، وربما قرأت مما كتب الله لك من القرآن شيئا. تلك عبادات أنت مأجور عليها بما فعلت، لكن فرحك بأداء تلك العبادة أجر آخر وثواب آخر، والله أكرم الأكرمين. قرأت اليوم حزبا من القرآن، أتممت سورة، قرأت آية، لك أجرها. فإن فرحت بما قرأت لك أجر الفرح بذلك على ما حباك الله به. تصوم اليوم فتفطر، يكتب الله لك به أجر صيام يوم، لكنك إن فرحت بما أنك صمت اليوم كتب الله لك أجر الفرح بهذا العمل الذي عبدت الله به. قرأت سورة، أتممت صفحة، أنهيت جزءا، لك أجره بكل حرف حسنة وبكل حسنة عشر أمثالها. لكن أن تفرح أنك اليوم قرأت آية وحفظت سورة وأتممت جزءا، هذا الفرح عبادة أخرى يأجرك الله عز وجل عليها. اسمع إلى قول الحق سبحانه وهو يأمرنا بأن نفرح، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. من تأمل الآية علم أنه إذا فرح أهل الدنيا بدنياهم، فرح هذا بمال ورثه، وذاك بتجارة ربح فيها، وثالث بزوجة، ورابع بولد، وخامس وسادس وعاشر، فرح كل بحلال كتبه الله له، سعة رزق وعطية وهبة وشيء من مفرحات الحياة ومتعها الحلال فرح بها. أنت ينبغي لك أن تفرح بفضل الله وبرحمة الله أكثر وأعظم مما يفرح به أهل الدنيا بدنياهم. ماذا لو قلت لك هنيئا لك، كتب الله لك رزقا ستسر به ويكفيك حتى تموت، ملايين من الأموال سيقت إليك هبة أو هدية أو مكافأة أو جائزة فزت بها أو مالا ورثته جاءك حلالا طيبا، كم ستفرح؟ أنك ستشتري بيتا وسيارة وتتزوج وتزوج أولادك، كم تفرح؟ والله لفرحك بآية تقرأها من كتاب الله ينبغي أن يكون أعظم. قال هو خير مما يجمعون، من كل ما يجمعه أهل الدنيا في دنياهم. لم تمتلك طائرة خاصة، وليس عندك من القصور في كل بلد، ولا من الأرصدة الكبيرة في البنوك، لكن عندك طاعة وعبادة وفقك الله إليها، افرح بفضل الله وبرحمة الله. قال الله هو خير مما يجمعون.